مع قرب ذروة زيارة الأربعين المليونية تزداد المخاوف الأمنية من الأعمال الإرهابية، خاصة وأن أحداث عين التمر الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الاستخبارية التي تتحدث عن سعي داعش للحصول على ثغرة للوصول إلى أهداف حيوية من بينها استهداف الزوار. هذا الأمر دفع إلى رفع حالة التأهب إلى القصوى والزج بثلاثين ألف عنصر أمني إلى جانب عدة آلاف من الحشد الشعبي لحماية غرب كربلاء. تنسيق عالي مع الأخوة قيادات الحشد للاستفادة من الموارد الموجودة، لهذا تم إناطة واجب الحدود الإدارية الأمنية لكربلاء المقدسة بالحشد الشعبي تجاه عين التمر والرحالية وحافات الرزازة وصحراء كربلاء والحدود الفاصلة بين كربلاء والنجف وأيضا الحدود الفاصلة بين كربلاء والأنبار. المناطق الصحراوية والطرق النيسامية باتت الأقرب إلى المجاميع الإرهابية للعبث بأمن كربلاء. هذا الأمر دفع بقوات الحشد الشعبي إلى الانتشار بشكل واسع بمحاذاة مناطق شمال بابل وغرب كربلاء بمساندة قوات الشرطة الاتحادية. بعد العملية الإرهابية التي قام بها الإرهابيون في عين تمر، تم تعزيز القوات الأمنية، يعني الوضع جيد جدا، مسيطر عليه 100%. دوريات مسيرة حول الحزام الأخضر وحدود كربلاء الغربية لمنع تسلل أو منصات إطلاق الصواريخ. المدينة تم تقسيمها إلى عدة قواطع أمنية للسيطرة على دخول الزوار وتفتيشهم ومنع تسلل العناصر الإرهابية بينهم، فيما أكد مسؤولون محليون أن نزول المواكب العزائية خلال المناسبة أثر بشكل كبير على انسيابية السير، إضافة إلى حصول حالات اختناق، مطالبين هيئة الشعائر الحسينية بوضع حل للموضوع. المواكب المتحركة بالأمس شاهدناها في شارع قبلة الإمام الحسين تسير بأعداد قليلة جدا لا تأخذ الشارع بكامله، خلقت جو كبير من الازدحام. هيئة المواكب أو والتعازي سوف يكون لنا مكان، سوف نحدد هذا ضمن ضوابط إن شاء الله في الزيارة القادمة، سنحدد ضمن ضوابط وستكون لدينا تدخلات واضحة لضبط إيقاعهم في هذا الموضوع. جميع ما يجري هنا في كربلاء منذ عدة أيام هو استثنائي، فاتساع المدينة لهذه الملايين من الزائرين لم يكن لولا الجهود العالية المبذولة من قبل الجهات الحكومية والمواكب الخدمية. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.